نعود مشاهدينا إلى مبادرة دلني على السوق. معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من الرياض الإعلامية منى أبو سليمان صاحبة المبادرة. أهلا بك معنا سيدة منى، حدثينا عن أبرز دوافع جعلتك تطلقين هذه المبادرة. أهلا وسهلا بكم وشكرا على استضافتي. أول شيء طبعا المبادرة هي جزء من البيئة الجديدة اللي الحكومة بتتبناها عشان الـ entrepreneurs أو رواد الأعمال. فإحنا جزء صغير من هذا الشيء. طيب أول شيء إحنا نعم تفضلي. يعني معنيين فقط بالريتيل أو سوق التجزئة. أسمعك تفضلي، في شوية تأخير بالصوت، تفضلي سيدة منى. معلي بس انا ما سمعت سؤالك، شكله في شويه تاخير بالصوت سيده منى. ايه معلش بسيطه، عم نسمعك عن ابرز الدوافع وقلتي هيدي لرواد الاعمال، تفضلي حدثينا اكثر عن هذه المبادره. ايوه، فالمبادره يعني حقيقه جزء صغير من البيئه، انه كيف نساعد الشباب اللي عندهم فكره اللي عندهم منتج يتعلموا على السوق من غير مخاطر كبيره، من غير خساره فلوس كثير. فنعطيهم مكان في أحسن مولات عن طريق شركة المراكز العربية، وبنحاول إنه نساعدهم يتعلموا كيف يبيعوا، كيف يغيروا المنتج، كيف يعرفوا طلبات الكلاينتس الزبائن بطريقة مبسطة. فبنعمل لهم تريننج عن طريق شركة انطلاقة، مبادرة انطلاقة لشركة شيل. بعد ما يخلصوا دلني على السوق بنحاول انه نلاقي لهم فاندنج، نلاقي لهم تمويل، نلاقي لهم منتورنج، وبنشتغل على هذا الموضوع الان. وهي اول دوره، بعد كده في عده دورات. طيب سيده منى، بالنسبه للاصداء، كيف وجدت اصداء هذه المبادره من قبل قيمين، وكيف وجدت ايضا اقبال الشباب السعوديين على مثل هذه المبادره؟ تدعمهم كثيرا بالطبع. طبعا في اقبال كبير جدا على المبادره، لكن احنا اختياراتنا بتكون مبنيه على مين مستعد يدخل السوق. احنا بعد 3 شهور من العمل في دلني على السوق نبغى الشخص او الشركه تقول اوكي خليني اخذ محل، عرفت الان السوق، عرفت كيف اتصرف، عرفت كيف اني امول، كيف اكون شركه حقيقيه. فان شاء الله يعني هذا الشيء اللي بنتمناه. أنا أشكرك جزيلا، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية على هالمبادرة. إن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى للحديث مطولا، وبلكي ما بيكون في تأخير بالصوت. شكرا لك منى أبو سليمان صاحبة مبادرة دلني على السوق، كنت معي مباشرة من الرياض.